الراديو 90 90 هواها مصري. يا محمود، ها طمني، عامل ايه في الامتحان؟ زفت يا جمعة، ما حلتش اي حاجة خالص خالص. يا لهوي، اقول ايه بس، ما انت مضيع وقتك وما بتفتحش كتاب حتى يا حودة. ده انت ابوك سحب منك الموبايل والكمبيوتر، فجأة سبحان الله بقيت تحب تقرأ الجرايد. المهم انك تضيع وقتك في اي حاجة وخلاص، صح؟ اهو اللي حصل بقى. يلا معلش معلش، ان شاء الله تتعود في اللي جاي. هو متى؟ الحد الجاي. حلو قوي، عندك اسبوع اهو. تطلع البيت دلوك تاكل وتنام شوية وتصحى تعمل معسكر مذاكرة من هنا ليوم الامتحان. ها؟ اوعى تعمل حاجة في الشارع. ايه يا جمعة، هو في حد بيذاكر قبل الامتحان باسبوع؟ عندك حق عندك حق، ده اقل حاجة شهرين ثلاثة بس، هعمل ايه؟ اهو تلحق تلم اي حاجة وخلاص. قصدي يعني لسه بدري. هو الاسبوع عندك غير الاسبوع بتاع البني ادمين ولا ايه؟ ده انت تلاقش، انا مسيطر. مسيطر ازاي يا اخويا؟ يعني المادة دي 7 شباتر، هذاكر اول 3 شباتر يوم الجمعة وتاني 3 يوم السبت، والشطر 7 هذاكره في الطريق كده يوم الامتحان. ايه العبط ده يا ابني؟ ما انت عندك 7 ايام ما تخلص فيهم يا عم الشباشب ده اللي بقول عليها دي. هو انت غاوي زنقة؟ قلت لك انا مسيطر بقى. انت كل امتحان تقول انا مسيطر، وبقالك 9 سنين مسيطر في تالتة كلية اهو. يا جمعة بتعمل ايه؟ اكون بعمل ايه يعني؟ اديني قاعد. انت اللي موقفك في البلكونة في التلج ده. اصل بابا سحب التلفزيون من الاوضة كمان، فقلت اطلع اتفرج على المناظر الطبيعية. يا ابني ما تتفرج على كتاب ولا ملزمة، يخرب بيتك، امتحانك بعد 3 ايام. ما قلت لك مسيطر بقى يا جمعة، بلاش خنق. فاضلك قد ايه؟ في ايه؟ هيكون فيه يعني في المادة اللي هتمتحن فيها، فاضل قد ايه وتقفلها يعني؟ كويس انك فكرتني. استنى ما ادخل على الجروب اتاكد منهم اسم الماده، احسن اطلع ملخبط فيها زي المره اللي فاتت. طب اسالهم. طيب بالمره انت في سنه كام الاول؟ لا تروح امتحان دفعه تانية وانت ما تعرفش، الله يخبلك اكتر ما انت مخبل. ايه ده؟ ايه اللي رجعك بدري؟ هو الامتحان طلع مش النهارده ولا ايه؟ لا انا خرجت في نص الوقت. ده انت طلعت مسيطر بجد بقى. مسيطر؟ انا ما حليتش ولا سؤال، سبت الامتحان وخرجت. طب ما كنت كتبت اي حاجه ومليت الورقه، يمكن حاجه تصيب في درجتين ولا حاجه على الخط والتسطير. اكتب اي حاجه ايه؟ ده امتحان لاتيني. هو انت بتاخد لاتيني؟ والله لسه عارف في الامتحان، انا مش فاهم ازاي ما حدش بلغني بالموضوع ده قبل كده. لا لا غلطانين، ما لهمش حاجه والله. يلا المهم الامتحان الجاي متى؟ بعد 4 ايام. يا دوبك بقى تلم فيهم اي حاجه وتعوض اللي فات. لا انا طالع دهب النهارده وراجع بعد بكره بالليل ان شاء الله. تقلقش انا عامل جدول مذاكره ومسيطر. والله انا شاكك ان يكون معاك جدول امتحانات اساسا. يا ابني يا ابني تضيع الوقت ده اخرته وحشه. الحق ذاكر حاجه في اليومين دول. اسمع كلامي وعلى راي العباره، لو قدامك دقيقه واحده ما تقصرش وامسك فيها. من عارف ما يمكن الامتحان بيجي من اللي ذاكرته فيها.